لطالما كانت أضرحة الأولياء ومساجد المتصوفين هدفا لاعتداءات جماعات التشدد الديني التي سعت لهدم تلك الأضرحة، لكن مذبحة مسجد الروضة الذي يرتاده أهل التصوف تضع حدا بين ما كان وما قد يكون من فظائع ومخاطر الإرهاب التي باتت تهدد هؤلاء المريدين. كان يعني في السابق مستهدف أن يتم إحداث فتنة بين طوائف الشعب المصري بعضه وبعض، طارما بين الأقباط والمسلمين، وطارما بين الشعب والجيش، وبين الشعب والداخلية، وطارما بين الفئات الإسلامية المختلفة. كل حدث مؤلم يعني يمر على الشعب المصري يخرج الشعب المصري أكثر صلابة. وفي ظل ما ترتكبه جماعات الإرهاب وآخرها قتل عشرات المصلين، تظهر بشاعة المدى الذي يمكن أن تبلغه تلك الجماعات في تصعيد وتوسيع عملياتها لتشمل فئات وأهدافا أخرى من المجتمع. فهجوم الجمعة الذي أثار صدمة كبرى يخشى من أن تمتد تهديداته إلى من تكفرهم تنظيمات التطرف العنيف، ومنهم أهل التصوف الذين نالوا نصيبا من العنف والتشدد، فكيف سيواجهون ضغوط هذا الخطر الماثل أمامهم؟ هم بيحاولوا طول الوقت يدوا الموضوع صبغة دينية، وهو مش كده، دول شوية مأجورين، شوية مرتزقة، يعني ناس لا عندهم فكر ولا عقيدة ولا دين ولا أي حاجة من اللي بيهرجوا ليها دي. هو بيحاول يضفي الصيغة دي عشان عايز يبين أن مصر زي الدول اللي حواليها فيها صراعات إثنية وعرقية وما إلى ذلك ودينية، وده غير صحيح على الإطلاق. والمعركة بتاعتنا دي بالتأكيد احنا قادرين باذن الله رب العالمين على حسمها، وعايز اقول ان مقابل العمليات اللي احنا بنشوفها دي ارجو ان نشوف القوات المسلحه والشرطه كم العمليات الاستباقيه اللي بتجهضها واللي بيعلن عنها جميعا. تغير في استراتيجيه الجماعات المسلحه يضع المساجد وضيوف الرحمن تحت مقصله ارهابهم، فكيف ستكون التداعيات على مريدي واتباع مذاهب التصوف الذين تستهدفهم تلك الجماعات؟ من القاهرة هاشم مناع، اليوم على الحرة. وينضم إلينا في هذه التغطية في استوديو القاهرة أحمد كامل البحيري، الباحث في شؤون الجماعات المتشددة. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. ليست هذه المرة الأولى التي استهدف فيها تنظيم داعش الإرهابي دور العبادة، من قبل استهدفوا كنائس مصرية، واليوم يستهدفون مسجد الروضة بسيناء. ما دلالات هذا التصعيد من قبل داعش إزاء دور العبادة تحديدا؟ أنا أعتقد أن التصعيد دور العبادة هو من فترة طويلة، يعني ليست الحدث بتاع أول أمس يوم الجمعة هو الحدث الفارق، سواء كان اتجاه دور العبادة أو اتجاه الطوائف داخل الإسلام بشكل خاص. بمعنى أن في 2013 حتى قبل تحول تنظيم بيت المقدس وإعلان بيعته لتنظيم داعش وتغيير اسمه تحت مسمى ولاية سيناء، قام هذا التنظيم بتفجير أحد الأضرحة في قرية اسمها قرية مزار على بعد عدة كيلومترات من منطقة الروضة لأحد الضريح، هو الضريح للشيخ سليم أبو جرير. وأيضا قام بتفجير بعد إعلان بيعته لأحد الأضرحة الصوفية في منطقة المغارة على بعد أقل من 60 كيلو من المنطقة لأحد الأضرحة الخاصة بالشيخ أحمد. فهذه ليست الواقعة الأولى التي يتم استهداف أضرحة أو يتم استهداف دور عبادة، سواء كانت للمسلمين بطوائفهم أو حتى للمسيحيين كما حدث في البطرسية وماري مرقس وماري جرجس خلال عام 2016 عام 2017. الوقفة قدام هذه الحادثة ليست في عملية الاستهداف للصوفية أولا لأكثر من سبب، هو عظمة الحدث لأنه مذبحة لجلالة مشهد الدماء وعدد الضحايا، هذا هو اللي أعطى لهذه العملية هذا الزخم، لكن مش استهداف حاجة طائفية. إن الدليل على ذلك أنا عندي استهدافات سابقة تمت خلال العامين ونصف الماضيتين، وأيضا تم استهداف بعض رموز الطائفة الصوفية في سيناء، وكان على رأسهم الشيخ سليمان أبو حراز اللي تم إعدامه في مشهد تلفزيوني تم بثه تنظيم داعش في سيناء. أحمد بتقول إن أنت كده في تحليلك بتعلو فوق مسألة أنه استهداف صوفية ما هو ده بقى قبل تنظيم صحيح. يكفر صحيح. يعني لا خلاف على تكفير داعش
وحتى قبل داعش من أيام أبو مصعب الزرقاوي اللي عمل التحول النوعي من تفكير القاعدة لداعش في عملية تكفير ما يسمى بالعدو القريب اللي هو أولى بالقتال اللي هو داخل المسلمين الشيعة الصوفية المذاهب الأخرى داخل الديانة الإسلامية بجانب باقي الأمور. المسجد هو مسجد على بعد خطوات يعني على بعد أقل من 500 متر في حضرة، وهذه الحضرة كانت متواجد فيها احتفالات للشيعة على مدار الأسبوع الماضي ومستمر لغاية احتفالات المولد النبي. المولد النبي. نعم. طب لماذا لم يتم استهداف الحضرة؟ وهنا أنا ضامن أن الحضرة شيء يعني ضمن الحضرة صوفية. صوفي خلاص. نعم. يعني لكن المسجد إذا كان الاستهداف صوفي فلماذا لم يستهدف الحضرة؟ طيب. نعم. المسجد هو مسجد أولا مسجد بيوجد على الطريق الدولي بير العبد العريش. هذا المسجد في هذا التوقيت أي حد مسافر على الطريق ساعة صلاة الجمعة. نعم. وده عندنا في مصر عند المسلمين ساعة صلاة الجمعة بيركن عربيته. صحيح. وبينزل. نعم. يصلي. فأولا مسجد يضم مواطنين سينوية وغير سينوية، أدي واحد. اثنين صوفيين وغير صوفيين. صوفيين لا لسه قبل كده كمان. بيضم ناس من العاملين من خارج المدينة في المصالح الحكومية. أنا عشان خارج سيناء أصلا. أصلا. فأنا عندي ناس موظفين. نعم. يعني عشان كده ظهر عندنا مجموعة من الضحايا والشهداء من الشرقية ومن غير محافظات البحيرة وغيرهم. ثلاثة إنه بيضم أطفال ما همش لا علاقة بقى لا أصلا ما فهمش عن إيه دين إسلامي، يعني هو بيصلي كما يصلي ولده. أبوه يعني فهم بالاعتياد. فهنا أنا بتكلم أن ليس كل من كان موجودة في مسجد الروضة صوفي. إذا ما هي الرسالة؟ أوكي مظبوط. يبقى هنا نبتعد قليلا عن مضمون الظاهر الصوفي أن بس هقول جزء قبل أخش على الرسالة برضه عشان أوضح أكثر. يعني أن أنا عشان أي تنظيم يجي يعمل عملية إرهابية لازم يكون هناك سبب. نعم. طب إيه السبب اللي ممكن يسوقه أي تنظيم للقيام بعملية بشعة بهذا الأمر؟ أن هناك أن هؤلاء صوفيين شيعة مرتدة. إذا أنا رحت المسجد تاني مش عليهوش الطابع الصوفي مش هيبقى فيه مبرر. طب هل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة محتاجة مبررات؟ طبعا محتاجة مبررات للتنظيم داخليا ومحتاجة مبررات للجمهور، وخاصة أن هي أغلب التنظيم من القبائل. يعني عشان يعني أغلب التنظيم بيت المقدس أو ليس سيناء هو مصريون، يعني هو مش نسبة التمانين أكتر من 80% من التنظيم مش أجانب مصريين، فجزء منه هو من ابن هذه المنطقة، فلازم يكون هناك مبرر لهذا الأمر. لنلتقي على الرسالة. أنا أعتقد أن هناك رسائل متعددة. أنا اليوم في جرنان الأهرام كاتب مقالة الرسائل الأربعة. نعم. لعملية الاستهداف لو تلخصها لنا ريت. يعني سريعا هناك رسالة موجهة للتنظيمات الجهادية غير الداعشية. خلينا نربط ان من خلال حوالي 12 يوم 13 يوم خرج تنظيم جند الاسلام ببيان موجه الى تنظيم بيت المقدس وليسيا. جند الاسلام هو تنظيم قديم حديث تابع لتنظيم القاعده. واعلن تهديد مباشر لتنظيم ولايه سيناء بانه يكف عن استهداف المدنيين. اثنين من اقل من شهر قامت قبيله الطرابين باصدار ايضا بيان ومؤتمر بتتوعد فيه تنظيم بيت المقدس ولايه سيناء بالكف عن استهداف المدنيين. اعتقد ان هذه الرساله وخاصه انه استهدف مدنيين بشكل عشوائي لا يفرق بين كبير او صغير ان لن نرضخ لاي تهديد سواء كان من تنظيمات قاعديه او من قبائل. هذه الرساله. والرساله الثانيه هي رساله للتنظيم داخليا ان خلال المرحله الاخيره حصل تحول في بنيه التنظيمات الداعشيه مع تراجع داعش في سوريا والعراق، وده ظهر جليا في احداث الواحات عندما حدث تقارب من مجموعه عمرو سعد اللي هي المجموعه المحسوبه على داعش وتنظيم جند الخلافه الى تنظيم المرابطون والتنظيم القاعدي. فبدات التنظيمات الداعشيه مع انهيار تنظيم داعش الام في سوريا والعراق تعيد النظر في تبعيه التنظيم لداعش. نعم. من اول بوكو حرام لغايه بيت المقدس بقيه التنظيمات، والتفكير الان هل نفك الارتباط مع تنظيم داعش ونعود إلى قاعدة أم يتم خلق تنظيم جديد شبيه بجبهة النصر عندما تحول لفتح الشام ثم هي تحرير الشام؟ فأعتقد أن الجدل داخل تنظيم بيت المقدس الآن بيدور في هذه الرسالة لإظهار القوة والنفوذ وأننا ما زلنا مسيطرين وأن داعش قادر على فعل هذه العمليات، رسالة طمأنينة ورفع من الروح المعنوية داخل التنظيم. الرسالة الثالثة هي رسالة الدولة المصرية. نعم. ان خلال المرحله التسعة اشهر الاخيره تمكنت الدوله المصريه من تحقيق بعض الانجازات النوعيه في استهداف بعض القيادات الرئيسيه داخل تنظيم بيت المقدس. كان بدايه من ابو انس الانصاري هو قائد التنظيم اللي تم استهدافه في شهر 2 الماضي. وانتهت بعوده سلامة الحمدين مسؤول التدريب والتسليح والرجل الثاني في التنظيم بجانب ما يقرب من 21 قياده فلسطينيه من شقة عن عز الدين القسام والسلفيه الجديده التي انتقلت من قطاع غزه الى تنظيم بيت المقدس اللي عمل رفع من الكفاءه النوعيه للتنظيم. هذا الاستهداف ادى الى استهداف للصف الاول والثاني الى محاوله
ضعف بنية التنظيم. وكان الرد على هذا الأمر أن هذا الأمر بيترد على الدولة أن هذا التنظيم ما زال قوي. نعم. وما زال قادر أن يقوم بعمليات. الرسالة الرابعة والأخيرة هي رسالة إلى المجتمع الدولي في توقيت هناك انهيار شبه انهيار كامل لتنظيم داعش في العراق وفي سوريا. فهو يقول للمجتمع الدولي أن إذا انهار داعش في سوريا والعراق يمكن أن يكون داعش في مصر في سيناء. طب وإحنا بنحلل هذا الفكر المتطرف الذي يعني سول لنفسه أن يقتل مصلين ويدوس على جثثهم ويطلق عليهم النار داخل المسجد ظنا منه أنه بذلك يدخل الجنة، يعني كيف لهذا الفكر أن يستقيم؟ ما هو تحليلك لهذا الفكر وكيف نفنده؟ لا هو يستقيم طبعا، إن هناك أدلة. يعني قتل غير المسلم في أدلة كتير جدا في بعض التفسيرات في المفسرين بيحللوا هذا الأمر في التراث الإسلامي. حتى غير السني أو مش بقى غير السني، غير المؤمن به، هناك تفسيرات. فلا هو مقتنع. يعني هذا الشخص عنده أدلة شرعية هو مقتنع بيها. لذلك إن هناك أزمة حقيقية بنتكلم فيها كل شوية حوالين إن إحنا محتاجين نعيد النظر في مش في الدين، الدين ثابت، المشكلة في تفسيراته خرج فيه خلال 1500 سنة من تفسيرات محتاجة إعادة النظر حقيقية. كثير من هذه الأفكار محتاجة تفنيد. أستاذ أحمد أنا بشكر حضرتك عند هذه النقطة. أستاذ أحمد كامل البحيري الباحث بشؤون جماعات متشددة، شكرا جزيلا لك.